ಗಾಗಿ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಉಸ್ತಾದ್ ವಾಣಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. الى حضره نبينا وسفينا مصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. صدق الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب وأولاد وأزواج وذرية سيدنا ومولانا محمد. اللهم اوصل وبلغ الاخره ثواب ما قرانا من القران العظيم وما صلينا وما سلمنا الى حضره نبينا وشفيعنا مرشدنا منجينا هادينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا في الدنيا اتباعه وزيارته وفي الاخره شفاعته ولا تحرمنا رؤيته واودنا حفظه المورود والى حضرات رواي ساداتنا جميع الانبياء والمرسلين عليهم الصلاه والسلام والى حضرات رواي ساداتنا أصحاب البدر الدين والهدي وسائر الصحابة والصحابيات والتابعين والتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم وإلى حضرات رواي ساداتنا أئمة الأربعة المجتهدين والعلماء العاملين من علماء أهل السنة والجماعة قدس الله أسرارهم وإلى حضرات شيخنا شيخ الإنس والجن غوث العالم قطب الأقطاب السيد محيي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرات سيدنا وكتبنا قطب الأقطاب سلطان العارفين السيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرات سيدنا وكتبنا قطب الأقطاب سلطان الهند غريب نواز خواجه معين الدين الجسي الأجمري قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرات رواي ساداتنا جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين قدس الله أسرارهم ونفعنا الله ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وفتوحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرات رواي أمواتنا وأموات المسلمين عامة. اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واعف عنا واعف عنهم. اللهم علي درجاتهم في الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب وأولاد وأزواج وذرية سيدنا ومولانا محمد. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بحقك العظيم وبجاه نبيك الكريم وبجميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين. اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كلها وإليه يرجع الأمر كله. اللهم افتح علينا وعلى من حضر في هذا المجلس وعلى هذا المذهب فتحا قريبا يا فتاح يا عليم.
اللهم اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا اقل من ذلك. اللهم يا محبل الاحوال حبل حالنا وحال من حضر في هذا المجلس وحال من احبنا واحسن الينا وحال من اوصانا بالدعاء يا قاضي الحاجات. اللهم اشف امراضنا وامراض مرضانا يا شافي الامراض. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا ومن ايماننا ومن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا. اللهم اغثنا يا غياث المستغيثين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات ومنزل البركات.